خالد، خالد ورينا بقى ايه احدث طقم سيراميك. فرجهولنا كده، ثواني كده يا حبيبي نشوف بس كده الطقم. دي كرتونة الطقم، بسم الله ما شاء الله، طقم فيكا، كل حاجة كده قدامنا على الطبيعة بنصورها لكم. دي الكرتونة كده، هو المنتج الاصلي بيبان من كل حاجة. ده طبعا منتج نيو فلام اصلي قدامنا اهو، وطبقة الاكستريما، طبقة الحماية من الخدوش. الطقم عبارة عن 4 حلة ومقلاية واتنين ماسك سخن. نبدأ نشوفه من جوه الطقم ونشوفه. اولا بيتكون من 4 حلل، مقاس 16 22 24 26، وكمان معانا مقلاية 24. بسم الله، ورينا كده يا خالد بقى اول ما نفتح الطقم. دي مقاس كام دي يا خالد؟ كيوت الوصف. افصل دي كده يا حاج، شايفين شكل الطقم، شكل الحله. امسك كده يا خالد، ايه الحلاوه دي؟ امسك كده يا خالد، شوف كده من جوه. ده سيراميك طبعا، بقالنا فتره طويله مش عارفين نجيب طقم سيراميك محترم يليق بيكم. اخيرا لقينا طقم كده سيراميك حلو قوي، ماركه فيكا نيو فلام، الماركه قدامنا اهي، نيو فلام ميد ان كوريا. تمام، هنا بتاخد لتر و400 ملي، المقاس بتاعها 16 سنتي، محندقه كده وكيوت لابعد الحدود، حلوه قوي. شويه ملوخيه بقى فيهم يبقوا تحفه. ده طبعا الغطا بيكون بايركس زي ما احنا شايفين، اخد هنا طبقه من السيليكون عشان تبقى تقاوم معانا للصدمات، يعني ما تخافيش على الغطا. هنا بقى في فتحه، دي بتطلع البخار من الحله، والايد كمان بتاعه الحله منها فيها، يعني حتى لو عايزه تدخليها الفرن هتدخلي الفرن. شايفين جمالها؟ ده اول مقاس في الطقم، حلو قوي قوي فوق الوصفه. انا عايزه تفاصيل كده للحله تبينها لنا، دايره ما يدور اهي. شوف، الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، والختم بتاعنا تحفه. الكرتونه بتاعتها اهي، دي الكرتونه بتاعت الحله اللي احنا طلعناها. لو خدنا بالنا هنا برضو هنلاقي على كل علبه باركود وسيريال نمبر للمنتج. هنا بقى انواع شعل البوتاجاز اللي تنفع لها، يعني بوتاجاز مسطح شعلته عاليه بيتحط على اي نوع بوتاجاز. منتج اصلي 100%. احنا كده استعرضنا اول مقاس من الحله، اول مقاس من الطقم اللي هو الحله 16، وهنشوف بقيه مكونات الطقم. بسم الله، دي الحله رقم كام؟ 2. المقاس، مقاس دي مقاس 22، مقاس 22، هي نفس الحلة بالظبط، بس انا برضو هحاول ان انا اوريكم المقاس على الطبيعة برضو. ده اهي المقاس بتاع الحلة على الطبيعة اهي، شوف حجمها. طبعا الغطا انا شرحته لكم، ده مقاس الحلة اهي، شايفين الجمال؟ تحفة. دي حلة تخششها الفرن، تخششها الميكروويف، تخششها كل حتة، لا بلاش الميكروويف، تخششها الفرن، تخششها تحطها فوق البوتاجاز على اي نوع بوتاجاز زي الفل. كل الشغل بتاعنا قدامنا اهو، ورينا كده الختم بتاعنا اهو، الختم بتاع المنتج كله بارز، ختم مقاس 22 ده ختمها بارز اهي. تمام، احنا كده استعرضنا مقاس 22. المقلاية بقى، لا انا عايزه اوريهم المقاس قدامنا، قدامهم كده. امسك كده يا خالد بعد اذنك، حط لي جول عشان بس ثواني، عايزه اوريهم كل المقاسات تبقى على الطبيعه، معلش هتعبك معايا يا خالد. ده المقاس كام؟ التالت، مقاس سيب الغطا جوه 26، ده مقاس 24، ده مقاس 24 اهو. شايف ده اللي احنا شايفينه؟ دي دوائر، ده اهي، دي توزيع الحراره لقاعده الحله، دي اللي بتوزع الحراره للحله، ده مقاس 24 اهي. شايفين الحجم؟ بحاول ان انا اوريك كل حاجه على الطبيعه اهو، كل حاجه على الطبيعه. دي مقاس 24. شوف اللي بعدها، دي المقاس الكبير بتاع الطقم، واخر حله فيهم لان هي 4 حلل. دي مقاس كام؟ 26 اكبر مقاس بتاعها. فضي كده اللي جواها، ورينا برضو المقاس بتاعها من تحت. 26. شايفين بقى حجم المقاس معانا؟ بسم الله ما شاء الله. يبقى احنا كده استعرضنا الاربع مقاسات وقلنا الايد منها فيها. حلة على فكرة تقيلة وخامتها ممتازة،
سيراميك، حلة سيراميك تحفة. اللي بيدور على أحدث موديل من الحلل، جبنا لكم سيراميك نيو فلام كوري أصلي، أشيك موديل ممكن تجيبيه، ضد الخدوش، مش هيتخدش معاكي أبدا، والغطا مقاوم للصدمات. نشوف بقى المقلاية. طلع الطاسة بقى، شوف الكرتونة بتاعت الطاسة، كل حاجة عندنا بالباركود والسيريال نمبر، منتج أصلي 100%. افتح كده، دي مقاس 24 سنتي، تحفة. شايفين شياكة الإيد بتاعتها؟ اسم الماركة هتلاقيه هنا مختوم على الإيد بتاعتها، فيكا تحفة. واللون بتاعه رايق وجميل جدا جدا فوق الوصف. وفي التنظيف هتلاقيه كده، الحاجه بتتصف لك فيكا، يعني التفاصيل التفاصيل ما شاء الله. اليد زي ما حضراتكم شايفين، نجيب المقلايه خالد من الداخل بعد اذنك. الخامه بتاعتها ملمسها ناعم جدا جدا ما شاء الله، خامه النيوف لما طبعا معروفه، وده ارتفاع المقلايه، العمق بتاعها من الداخل ما شاء الله عميقه. وهنا نستعرض بقى ايه، هنا الختم والشياطه بتاعتها، توزيع الحراره. طبعا الختم نيو فلام ده الاصلي يا جماعه، الاصلي بتقول لان الختم ده متقلد، وهنا ميد ان كوري والزيرو زيرو بتاع الاصلي، وده المقاس 24 سنتي، وده الساعه اللتريه بتاعت المقلايه بتبقى 1.6 لتر زي ما حضراتكم باين في عندكم. الطقم عباره عن 4 حله زي ما احنا قلنا في اول الفيديو، والمقلايه واتنين ماسك. هات برضه الماسك ده خالد، عشان برضه اليد بتبقى منها فيها، عشان لو في اي سخونيه او حاجه بتتحط الماسك. تبع شركه نيو فلام برضه مختوم، من حتى الماسك التفاصيل مكتوب فيه يعني ما شاء الله، حاجه في منتهى الجمال، طقم روعه ما شاء الله يعني.